الأغنية اللي فاتت كانت بتتكلم على إن الشهداء اللي يعني قدموا أرواحهم ودمائهم، والمصابين اللي قدموا جزء من أجسامهم عشان تفضل مصر هي مصر. وأنا الكلام ده يمكن تحدثت فيه قبل كده وقلت إن العهد مننا إن إحنا زي ما هم حرصا ان هي ما تضيعش، احنا كمان نحرص على ان هي تفضل موجوده. مش موجوده بس كده، لا، موجوده بما يليق بدم كل شهيد وروح كل شهيد. صحيح. وانا عايز اقول لكم ان لما بدات معركتنا مع الارهاب في 2013 و14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل الناس اللي كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه؟ هو الكابوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا ايه؟ وكنت واثق من الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا الشر، أبدا لا يمكن أبدا ينتصر على أهل الخير. أهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعة وقسوة وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن أبدا هتنجح. في النهاية الخير هينجح. وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده. فكانت كان القرار لا، احنا هنحاربهم وهنبني وهنشتغل واحنا بنقاتل، ومحدش كتير بيعمل كده. وده كان من فضل ربنا علينا، ده كان من فضل ربنا علينا ان احنا مشينا بالطريقه دي. انا عايز اقول لكم ان اللي اتحقق حتى لو انتم شايفينه كتير هو قليل جدا من المستهدف والمطلوب، لكن عايز اقول لكم ان الظروف اللي بتمر على الدنيا واللي احنا جزء منها بتقول ان المسار ده لو احنا كنا بنفكر نعمله دلوقتي، مش هكون مبالغ لو قلت لكم ان قد تكون التكلفه ضعف التكلفة اللي احنا يعني اتكلفتها هذه حجم البنى اللي تم خلال السنين اللي فاتت. فده كان كله من دم أبنائنا ودم أبنائنا، أبنائنا يعني كل أسرة، كل أسرة يعني كل مصري. الناس كانت بتقدم ومش شايفة غير إنها تقدم ولادها، ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات، في أصعب الأوقات وفي أكبر نسب خسائر تحققت لم يتوقف أبدا لا جندي ولا ضابط صف ولا ضابط. نفس المعدلات هي ويمكن زادت، وأنا مش مبالغ لما بقول لكم كده، يمكن تكون زادت. فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى كرم من ربنا، ولازم ربنا كمان يساعده. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.